تصدر وسم الحرب العالمية الثالثة على منصة تويتر وباقي منصات التواصل الإلكتروني، وتم تداول أكثر من مقطع فيديو لنساء أوكرانيات يتدربن على حمل السلاح لمواجهة تهديد الهجوم الروسي الوشيك على أوكرانيا، في حين تنفي روسيا هذه الادعاءات رغم احتشاد قواتها على الحدود الأوكرانية الروسية. ونشرت الإعلامية كريستين بيسري على حسابها في تويتر مقطع فيديوي يظهر فيه تدريب مجموعة من النساء الأوكرانيات على القتال بالسلاح، ويشرف على تدريبهن عسكريا سابقا شارك في حرب عام 2014. يتم التدريب من قبل شخص كان عسكريا سابقا وشارك في الحرب عام 2014. هناك تحذيرات من بدء الهجوم الروسي في 16 من الشهر الجاري واستمرار الاستعدادات للحظة المواجهة العسكرية الحاسمة رغم التفوق الروسي على أوكرانيا عسكريا. مقاطع فيديو كثيرة متداولة على تويتر لاحتشاد القوات الروسية وطيران المروحيات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية وثقتها كاميرات نقال المواطنين هناك. إذن تعتبر هذه الأحداث الأكثر انتشاراً والأكثر ترقباً وأفرزت الكثير من ردود الأفعال والتغريدات، اخترنا لكم بعضاً منها ونبدأها مع علي العبيدي. يقول علي العبيدي في تعليقه: فبراير كل العالم يترقب الصراع الروسي الأوكراني وتأثيراته على العالم وأعداد القتلى المفترضين والدمار والعواقب الاقتصادية وأزمة اللاجئين، وش قد ممكن تتحمل الدول هيش عدد إذا صار. تعليق من نبيل يقول: نبيل الحلبي، هذا تدريب مقاومة شعبية وحرب شوارع باستخدامهن لبنادق أوتوماتيكية قريبة المدى وذات محمول متفجر، يستعد الأوكرانيون لسيناريو الاحتلال. تعليق آخر من قسطنطين: زي ما عملت المرأة الجزائرية أثناء الاستعمار الفرنسي رغم الظروف كانت أصعب وقتها، إذا كان يجب بلادهم إذا كان يحب بلادهم أكيد رجال أو نساء راح يحمل السلاح. أيضا تعليق آخر من فيصل بودرهم يقول: هل تغزو روسيا أوكرانيا حقا أم هو تمثيل وتسويق لأغراض أخرى؟